صباح الخير عليكم البنات، كيف دايرين؟ كي صبحتوا تصبحوا تربحوا ان شاء الله بالخير وبالهنا. ما انا اليوم عند الوالده ديالي ان شاء الله، عندنا واحد صدقه هكا صغيره، كان يلا توفى لي الاب ديالي، وهكا الناس العائله العائله بالحق هما اللي كاينين. وعندنا خالتي ان شاء الله غادي تشارك معكم الدجاج، وبغيت نشاركوه معكم ان شاء الله. قولي لهم شحال من معلقه باش يعرفوا لنا شحال من معلقه. السلام عليكم. هنايا كاينين جوج معالق صغار ديال سكين شبير، هنايا معلقه ونص ديال البزار. الملح حسب الضوء. هنايا خرقوم، خرقوم عادي البلدي. هنايا اللي بغى على حسب اللون، هذيك ضروري كنديروه في الدجاج على حسب اللون. الملحه على حسب الذوق، لحقتاش عندنا السمن فيه الملح. وعندنا حنا واحد راس المعلقه هذيك ديال واحد شويه على حسب، ما عنديش قعقله وبسبسه ونويره ما عنديش، واخا باش نديرها شويه المذاق بشويه القرفه. واش عندنا هنايا الهريسه واللب ديال حامض مصير، مصير وهذا على حسب التزيين، هذاك الجلد والسمن ديال بلدي ديال الدار. عندنا هنايا المهم القياس ديال الثومه ديال كل واحد، يعني عندنا هنا الثومه كنطحنها كنديرها عصير. هذا الربيع مقطع. عندنا هنايا الزيت من بعد ملي كندير المقادير وهذا الشيء كنشرمل الدجاج عاد كندير الزيت البلديه. شحال عندنا ديال البصله؟ البصله 2 كيلو في 4 دجاجات. ومعندنا 4 دجاجات. هنايا الكبده وداك الشاوز ديال الدجاج مقطعين، داك الشيء مقطعين على حسب باش نديرو فيهم التغميره. هنايا الدجاج مقطع ها ممتاز، على 2 مرات. المهم هذا هما المكونات اللي كيخصو دابا. المهم بقاو معنا باش ندوزو الطريقه ان شاء الله. ان شاء الله انا دابا 2 كيسان ديال الماء، 2 كيسان ديال الماء كبار الكبار. شنو غتحطي؟ غنديرو دابا الربيع. غندير دابا العطريه، انا كنخدم بيدي. خدمي بيدي، خدي راحتك. سكين جبير، سكين جبير، البزار، البزار الاسود، راس معلقه ديال القرفه، راس معلقه قرفه، خرقوم عرق، عرق شويه ديال الملح حسب الذوق. ياك اختي مليكه حسب الذوق. غندير الذوب ديال الحامض مصير، غندير شويه الهريسه، كميه حسب كل واحد، يعني كاين اللي كيبغي حار كاين اللي بغى تبقى حسب كل واحد. هنا عندنا الثومه، هنا الثومه والسمن، والسمن لا خلي الزيت هذا باقي ما نديروش دابا، واخا المهم هنا كنديروا الثومه كتحكيها خالتي مليكه. كركوبه ديال الثومه الا كانت كثيره شويه فيها بكثير كنعقد، يعني كما كان الدجاج كثير كتكثر المقادير، كنكثر المقادير كنطحنها كنديرها عصير. كل واحد الطريقه ديالو، كل واحد الطريقه ديالو. دابا كنحكها بحال ما هكا، المهم نخليوها تتحكها كامله ان شاء الله ونرجعو معاكم. ونطولوش لكم الفيديو وصافي قطعتي. كيف ما حكيتي الثومه كامله، درتي الخرقوم هذا ديال ديال البواطه، يا كاين اللي كيبغي يديرو كاين اللي ما كيديروش، واللي ما بغاش يديرو يدير دامه ديال زعفران، اللي بغى اللون هذا كيديرو على اللون، اللي ما بغاش ما يديرش غير على اللون. دابا كنخلطو بحال ما هكا، كنخدمو بيدينا، كنخدمو بيدينا، كندير بحال ما هكا، يعني كنخدمو هاد الشرمولة مزيان، نخلطوها مزيان، بحال هكا، هي اللي غتشرملي فيها الدجاج، هي اللي غنشرمل فيها الدجاج، إن شاء الله، دابا بسم الله، يلاه سيري لكي دابا. المهم كتشرملي الدجاج كامل اللي هنايا، شحال كتخليه في هاد الشرموله؟ صافي
صوبي كتنصبيه ما كيبقاش يعني اللي بغى اللي يقدر كيبي كاين اللي كيبي كل واحد الطريقه ديالو عنده داكشي موجود وسميتو عليه حطوه اذا مرقد مرقد اذا مرقد ولكن هاد دابا البرد اذا كان الحال سخون ما خصوش دابا البرد ما يخسرش البرد واخا يخليهم مرقد ماشي مشكل ماشي مشكل دابا بحال بارد راه بحالنا كاين الفريكو دابا دابا المهم نخليه واحد شويه يترقد في هاد الشرموله هادي ونرجعوا معكم ان شاء الله بحال دابا صافي دابا غادي الدجاج فوق الوطيش تقلى ياك كيطيب مازال فيه لا زيت لا والو انا باقا بالشرموله ديالو حتى الشرموله كيشرب شويه القيمه ديالو عاد باش ندير البصله ندير الزيت البلديه ندير الزيت المائده واخا يلا شويه ونرجعوا معكم قبل ما تقلى ان شاء الله شويه نرجعوا معكم يلا غادي نقلبوا باش نشوفوا واخا ما بينش مزيان حيت طالع البخار المهم هنايا كتثقبوا هنا كتثقب الدجاج بالفرشات هنا كتثقبوا باش يخرج هذاك الماء ديالو هكا المهم غتبقى تثقبوا هكا وتقلبوا قطعت عليك حيت غتبان لا عرفت ندير غتبان زيت ديال الماء دخلات وكيتقلى مزيان شويه دابا ندير زيت البلديه هذيك كتقطع هذوك القشيوشات ديال الدجاج ديالنا الكبده العناب كتقطعهم طريفه صغيورين ضروري ممكن تقطعهم هكا صغيورين هادوك تلاقيهم هما الاخرين خالتي مالك ولا في الاوداب ولا دابا لا لا مع التخميره مع التخميره مع البصله والمهم هاي معاكم حتى تكملهم وان شاء الله نرجع معاكم هنا الدجاج طاب دابا الدجاج طاب غنحيد فيه دابا داك الماء اللي كنا درنا دوك جوج كيسان اللي درنا هادوك جوج كيسان القلمة يعني جوج كيسان الاولين اللي درتي هما اللي درتي ما زدتي والو صافي هي دابا كتحيد في الدجاج كنحيدو الدجاج وما ديروش الماء نهائيا من غير دوك جوج كيسان كبار اللي دارت هو طلق الماء ديالو هو كيطلق الماء هو كيطلق الماء شوف الماء تبارك الله اللي تبارك الله وتخفيه البوطه عليه وتخليه يطيب على خاطره على بوطه مهيله خليه يطيب على خاطره وكما كتعرفوا الدجاج راه هذا غير كيطيب يعني المهم هنا كتحيد كتصفي تحيد الدجاج باش دير التحميره ان شاء الله غترمي البصله على داف ديك البصله كامله اللي دارت اللي قطعنا قبيله هذه اللي غدير غتغمر دابا خليها تغمر البصله هكا صافي كتخلي هذوك القشيوشات بلاتي عاد كتقول كيما خالتي هذيك يا ندير العنب العنب واخا وتخلي الفده معاها دابا ندير معاها العنب باش شويه العنب دغيا تنطيبو وهنا غدير العنيقات العنيقات غديرهم مع البصله وغتخلي الكبده حتى الاخر هي والزيتون ان شاء الله هادو حيت شويه كيتعطلوا في الطياب العنيقات دابا تخلي الكبده حيت دغيا كطيبه تخلي عليها الزيتون حتى الاخر ان شاء الله خديتي شويه الزبده وشويه الهريسه ومعلقه كبيره ديال حك الطماطيشه اييه حتى خلطتهم هكا مزيان مزيان غتخلطهم مزيان هما اللي غدهن بهم الدجاج باش يتحمر يعني هما اللي غدهن بهم الدجاج باش كيجي محمر الطريقه راه زوينه كديرها دائما كيجي الدجاج محمر بحال هكا كديرها من الفوق تخلطها مزيان قلنا كما قلنا الزبده وحك الطماطيشه واشنو خالتي والهريسه الهريسه صافي ياك الدهن دابا الدهن في الدجاج ما كندير انا لا شي لا حتى شي حاجه كندير بيدي انا خدامه بيدي راه الايد زوينه كتجيب انا ما كنديرش شي حاجه اللي راه الايد هي اللي كتجيب اللذه لا لا تبارك الله عليك اخالتي مريكه دابا تحيه كريمه تاهي معولانا المهم كتكمل لي هكا كامل الدجاج
كامل وهكا كتدهنوا مزيان بهذا الخليط اللي درنا وكتدخلوا الفران كيجي محمر زوين. الطريقه راه زوينه غير جربوها وذوقوا ردوا عليا الخبر ان شاء الله. جربوا الوصفه ديال خالتي مليكه راه عاد تبارك الله وكطيب زوين. الله يعطيها الصحه الله يعطيها الصحه حتى يا ربي. المهم حنا الدجاج هنا قطعناه على جوج يعني على الطول ديالو. لا كانت عندكم شي عراضه حيت حنا هنا ما كاين حتى حد بيناتنا غير حنا بيناتنا ما عندناش الناس زعما معروضين ولكن غير خوالاتهم وانايا يعني الا بغيتو كانوا عندكم الناس ولا كانت شي عراضه راه كتخليو الدجاج صاين اه كتخليو صاين. هنا مقسوم على جوج. فاش كيتقسم على جوج اخواتي مالك كيعطي كيدخل لي الشرمونه كتدخل لي الشرمونه مزيان كيجي زوين. المهم هنا غتدخليهم الفران ياك يتحمروا دابا كندخلهم الفران يتحمر يلا. المهم حتى يتحمروا باش نحرك حتى تشد شويه على غتخليها محلوله باش نشف شويه نشف شويه عاد يمكن نحركها. هنايا حولنا الضرميره لهذ الكوكوط هذه كبيره حيدناها من الطنجره غير باش توقف لينا مزيان وتحكموا فيها يعني نخليوها هنا نعريو عليها ونخليوها تضغمر مزيان مزيان حتى توقف ان شاء الله وحنا معاكم. الله يعطيك الصحه خالتي مالكه تبارك الله عليك. وتسمح لينا شي وحده الا كانت كتوحم ولا حامله تسمح لينا